كيف هنا وراح تلقى ها فلوس خلال كانت كما تعرفوا كلكم كانت فيه امطار طوفانيه البارحه في المساء اللي مع الاسف ادت بنقول خسائر ارواح. ترحمنا اليوم على اخ توفى ربي يرحمه اللي كان كما تعرفوا كان في السياره نتاعو كان غمره المياه وداه الواد. فيه مفقود ثاني اللي هو في لحد الان نقولوا مفقود، ان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله في المستقبل القريب. كانت فرصة أننا وسينا العائلتين هذا من الأجر وبقينا معهم في مدة قصيرة، وأيضا كانت فرصة أننا تفقد الأماكن شفنا خاصة القضية نتاع الواد هذا أو الوديان اللي هي اللي من جرائها اللي صارت هذه الإشكاليات. بغض النظر على هذا ما كانش يعني الحمد لله ما كانش يعني خسائر كبيرة. فيه الأخ اللي توفى ربي يرحمه فيه عنده أغنام 30 قطعة رأس اللي توفات، وفيما يخص الأماكن الأخرى فيه المنازل اللي كان غمرتها المياه. العملية راهي ماشية سواء فيما يخص الشيء المفرح هو أننا ماهيش البلدية نتاع عين كبيرة فقط اللي تعمل، راكم شفتوا حتى بلديتي بابور وسرج الغول اللي جاوا كمساعدة لزميلهم، وإن شاء الله رايحة في ما بعد صلاة الجمعة فيه حتى مواطنين رايحين يشاركوا. هذا التأزر إن شاء الله فيه في الخير إن شاء الله. لا ما نقدروش نتكلموا على المدينة من كبار، الحمد لله نتفائلوا خير نقولوا ما كانش أشياء كثيرة. كنت قلت باللي الوديان أدت بفقدان روح، وإن شاء الله الفقيد أو الشخص الثاني إن شاء الله نتمناو أنه ما يكونش متوفي، إن شاء الله يكون حي. خسائر مادية عندنا زوج ضحايا، واحد جبدناه يعني والثاني راه رامي بحثوا عليه. فيما يخص الخسائر الماديه هي معتبره جدا، تتلخص في حوالي 37 بيت لحد الان، يعني 37 بيت اللي انضرت، وهناك احياء طرقات قنوات صرف المياه